أمام هؤلاء الطلاب والطاقم الإداري لجامعة أنجمينا، شرح البروفيسور محمد صالح دوسة حقال كيفية التقديم للجامعة عبر هذه النافذة الإلكترونية التابعة للجامعة والتي تطلق رسميا ابتداء من هذا اليوم، حيث يتمكن الطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة أنجمينا هذا العام من التسجيل في السنة الأولى ليسانس للعام الأكاديمي 2023-2024 التقديم عبر رابط خاص. وتناول البروفيسور محمد صالح دوسة الإجراءات التي يجب احترامها مماثلة بامتلاك أي طالب راغب في التسجيل لبريد إلكتروني ورقم هاتف، حيث يقوم الطالب بإنشاء حساب على منصة التسجيل عبر النافذة الإلكترونية للجامعة كي يتقدم بها إلى إدارة الشؤون الدراسية لتقديم الملفات المتبقية والمتمثلة في نسخة مصدقة من الشهادة الثانوية وكشف درجاتها، إضافة إلى نسخة مصدقة من شهادة الميلاد والشهادة الجنسية. مدير الشؤون الدراسية والامتحانات بجامعة أنجمينا تناول الخطوات القانونية لعملية التقديم، أهمها كيفية دفع الرسوم الدراسية التي تكون عبر البنك وخصوصا البنك التجاري التشادي، ويلزم الطالب حصول إيصال الدفع والتصوير نسخة منه إلى إدارة الدراسات لإكمال جميع الإجراءات حتى حصول الطالب على البطاقة الجامعية. هذا وتبقى الإشارة إلى أن أولوية التقديم عبر المنصة الإلكترونية هذا العام فقط للطلاب الناجحين في شهادة الثانوية العامة هذا العام بمساقاتها المختلفة.